لا تجعل البشر في مقام الربوبية، هذا مقام رب العالمين. إذا كنا لا نميز بين مقام الربوبية ومقام البشرية، هذا دليل أن عندنا جهل عظيم بالدين. بعض الناس يذكر الله ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفرق بين الرب وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا يقرن كثيرا. حتى بعضهم يقول إذا شاء الله وشاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله أعلم ورسوله أعلم. هذا يقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. وحتى بعضهم يقول هذا توفيق من الله ومن الرسول صلى الله عليه وسلم. دائما يقرن النبي صلى الله عليه وسلم بربه، ويجعل للنبي صلى الله عليه وسلم ما لله. هذا رسول، رسول لا يعبد، ورب العالمين مقام الربوبية مقام عظيم، فلا بد من التفريق بين مقام الربوبية ومقام البشرية. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أكمل البشر وأفضل البشر، ويجب علينا أن نشهد هذه الشهادة أنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، لكن لا ترفعه إلى مقام الربوبية، هذا مما يسخطه لا يرضيه، وهو خصم لكل من غلا فيه يوم القيامة عليه الصلاة والسلام.